تتذكروا جوز الهندي اللي جربناه من سنة تقريبا؟ تخيلوا انه رجعت لقيت منه، بس ما فهمنا ليش لابس نظارات. يعني عم تصور من غرفة، بالغرفة ما في شمس. المهم انا كتير متحمس لحتى ارجع اجرب هذا الجوز الهندي الغريب مرة تانية. طيب اول خطوة حنفتحها من هون، تاني خطوة لازم نسحب هاي لبرا، وثالث خطوة اللي هي تقريبا الاخيرة لازم نضغط هاي هيك. شلون هيك ما ادري، والله وزبطت كأنه فاضية ما فيها شيء، والله كأنه تخورفنا لأنه ما عم بسمع بقلبه صوت مي أبدا. يا حبيبي شكلي خربتها صراحة، في ريحة عفونة. ليكو شكله المي طالع لبرا، ليكون هاي قصب سكر مو جوز هند. 2 من 10.